السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد. موضوع النهاردة موضوع يخص كل الناس اللي محتاجة انها تربح من اليوتيوب. اليوتيوب في الفترة الاخيرة من حوالي اسبوع في تحديث جديد نزل وتم اضافة ميزة الفيديوهات القصيرة. يعني ايه الفيديوهات القصيرة؟ يعني زي برنامج التيك توك كده وكواي. طيب عرفنا ايه هي ميزة الفيديوهات القصيرة، ازاي بقى هنكسب من اليوتيوب؟ بكل بساطة اليوتيوب عمل الفكرة دي علشان التطبيقات اللي زي التيك توك وكواي بدأوا انهم يسحبوا ناس كتير جدا من اليوتيوب من خلال العروض الترويجية بتاعتهم. فاليوتيوب قررت انها تضيف ميزة الفيديوهات القصيرة دي، وكمان علشان تجذب المشاهدين وتجذب الناس انهم يرفعوا فيديوهات قصيرة، عملوا ايه؟ عملوا حاجة اسمها صندوق يوتيوب شورتس الماني، والذي تبلغ قيمته 100 مليون دولار امريكي، وهو مخصص لمنشئي المحتوى الذين يساعدوننا في بناء مستقبل الفيديوهات القصيرة على يوتيوب. المهم هنا بقى شروط الربح من الصندوق ده هتكون ايه؟ وهو ده موضوع حلقتنا النهارده. طبعا زي ما قلنا ان الصندوق ده تبلغ قيمته 100 مليون دولار امريكي، وهو مخصص لمكافأة منشئي المحتوى على تفانينهم في انتاج فيديوهات قصيرة ابداعية واصلية تسلي منتدى يوتيوب. والافضل من كده ان مفيش اي شروط علشان تربح من الصندوق ده غير انك تكون حملت فيديو واحد مدته لا تزيد عن 60 ثانية مطابق للشروط الاتية: ان يكون الفيديو من صنعك شخصيا، ويجب ان لا يضم الفيديو اي علامات مائية او شعارات من منصات التواصل الاجتماعي، وان لا يكون الفيديو تابع لاي منصة اخرى زي التيك توك مثلا. ميزة تحقيق الربح متاحة في بعض الدول فقط، ولكن ساذكر لكم الدول العربية المتاح فيها نظام تحقيق الربح من الفيديوهات القصيرة. واولا متاحة في مصر والجزائر والبحرين والعراق والاردن والمغرب ولبنان والكويت والسعودية والامارات. يجب ان يبلغ منشئ المحتوى من العمر 18 عاما او اكثر. طيب لو عمره تحت ال 18 سنة في الوقت ده، يجب أن يوافق أحد والديه أو الوصي عليه على البنود، كما يجب إنشاء حساب في أدسنس لتلقي الدفعات إذا لم تكن قناته مرتبطة بحساب حاليا. وأهم حاجة في الموضوع بقى إنه لا تحتاج القنوات إلى تفعيل ميزات تحقيق الربح على يوتيوب لتكون مؤهلة للاستفادة من الصندوق. تعد منشئ المحتوى في برنامج شركاء يوتيوب والقنوات التابعة لشبكة متعددة القنوات مؤهلين للاستفادة من الصندوق أيضا. ازاي هتعرف انك مؤهل للاستفادة من صندوق الفيديوهات القصيرة؟ كل شهر وفي الاسبوع الاول من الشهر بالتحديد اليوتيوب هيرسل لك اشعار في تطبيق يوتيوب على موبايلك، يفيد انك تدخل تشوف انك مؤهل للاستفادة من الصندوق او لا. طيب لو لقيت انك ربحت اي مكافأة في الوقت ده، لازم تضغط على كلمة استلام المكافأة اللي هتكون موجودة قبل يوم 25 في الشهر، وإلا هتنتهي الصلاحية بتاعت المكافأة. طيب والمكافأة دي هتكون كام مثلا؟ ببساطة يمكن ان تحصل القنوات المؤهلة على مبلغ يتراوح بين 100 دولار و 10,000 دولار امريكي شهريا، ويتم تعديل المكافآت بناء على موقع جمهور منشئ المحتوى نتيجة لذلك. قد تختلف نسبة المشاهدة والتفاعل المطلوبة للحصول على مكافأة من منشئ محتوى إلى آخر. المهم هنا إنك دلوقتي تقدر تكسب من اليوتيوب قبل انتهاء عام 2022، لأن صندوق المكافآت ده موجود حتى نهاية عام 2022. وبكده هنكون انتهينا من حلقة النهاردة. أتمنى للجميع التوفيق، وأخيرا سلام.